كم مره جالك مريض باشعه ويقول لك ايه رايك يا دكتور في الزرعات دي، اصلي اعملها عند دكتور تاني، وانت بتشوف في الاشعه غلطات؟ طب انت هتعمل ايه في الحاله دي؟ هتقول له ايه الحوار اللي عمل لك الشغل ده؟ للاسف للاسف ناس كتير قوي بتعمل كده. انت عارف ان انت كده بتغلط غلط كبير جدا في زميلك لعده اسباب. نمره واحد، هو انت شفت الكيس بري اوبرتيف كان شكلها ايه؟ يمكن لما تشوف البري اوبرتيف كان شكلها ايه تقول ده الدكتور ده عبقري انه قدر يوصل للنتيجه دي. حرام عليك، ما تحكمش بس من البوست اوبرتيف، ما تحكمش بس من كلام البيشنت، وخليك متاكد ان البيشنت ده لو انت شتمت في الدكتور عشان تخطف البيشنت تشتغله، هذا البيشنت هيروح لدكتور تاني وهيشتم فيك والعجله هتلف. من فضلك ما تشتمش في شغل حد تاني، لا قول للمريض انا ما شفتش الاشعه قبل، ما شفتش حالتك قبل عشان اقدر اقرر. ودايما انا بحب اقول للمريض ارجع للدكتور اللي عمل لك الشغل، هو ادرى بالوضع كان ايه ويقدر يصلحه. لو هو رفض الدكتور انه يصلح ساعتها انا ابدا اتدخل برضه من غير ما اغلط في زميلي.